السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار. طبعا بعد حدوث مشاكل في القناه الاولى جياسكا اخبار تي في، قلنا لكم الاخبار في هذه القناه اللي نتمنى منكم ان شاء الله كل الدعم يا ربي. حصريا يعني نهائي كاس الجزائر لفئه اقل من 15 سنه، عندنا شبيبات القبائل ضد وفاق مدينه المديه اليوم، يعني رايحين يلعبوا بدايه من الساعه 3 مساء، يعني بربي ان شاء الله بعد قليل رايحين يلعبوا او بعد من نصف ساعه من الان بملعب عمر بن رابح الدار البيضاء بالتوفيق لاشبالنا، يعني انصار شبيبات القبائل اللي نتمنوا لهم يا ربي كل التوفيق يا ربنا. راح نعطيكم التشكيله الاساسيه للقاء، يعني اللقاء سيبدا على الساعه 3، قلنا يا ربي انصر هؤلاء الشباب ولا تحرمهم من فرحه الفوز. يعني عندنا أم اللال، عندنا يعني دحمون، كاين قاصي، وكاين بوتلجا، وعندنا محمودي، وعندنا حدادو، كاين دريس، وكاين أورزان، وكاين حمالي، وعندنا مطمر، وكاين علو. يعني هذو هما باذن الله اللي راحين يلعبوا رفقه الكوتش بلال معمر، يعني رفقه الكوتش بلال معمر اللي نتمنوا لهم ان شاء الله كل التوفيق يا ربي. نتمنوا ان شاء الله تعطيونا التوقعات تاعكم تاع النتيجه شحال رايحه تكون لاشبالنا الصغار، هذو هما اللي ان شاء الله راحين نعتمدوا عليهم في المستقبل باش يوليوا يلعبوا مع اكابر شبيبات القبائل، اللي نتمنوا ان شاء الله يا ربي التوفيق لهم والفوز باذن الله. ربي ان شاء الله ما يحرمهمش من متعة الفوز وفرحة الفوز. خليونا لايك الفيديو، ابونيو في القناة وبارتاجيو هذا الفيديو، وخليونا الاراء تاعكم، ماذا بينا ان شاء الله الاراء تاعكم في التعليقات، الدعوات تاعكم لهم، وكذلك توقعات النتيجة، كم ستكون النتيجة باذن الله. وعلى بالي عندي احساس انه شبيبة القبائل ستفوز باذن الله.